اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وكل متابعي برنامج الاهلي خط احمر. بيبو بيبو بيبو، الله يا خطيب كابتن محمود الخطيب، بنقول له سلامات، الف مليون سلام عليك رغم وجعك ورغم ألمك، بتحاول تقف مع النادي الأهلي وبتحاول تحافظ على حقوق النادي الأهلي، وبتتعرض رغم كل ده لمحاولات تشويه ممنهجة وحملات متعمدة. وبنقول لك يا كابتن محمود، كابتن صالح سليم المايسترو، كابتن حسن حمدي، كلهم تعرضوا لحملات تشويه ولكن فضلوا رموز عظيمة، مكانتهم في قلوبنا ثابتة. بالتأكيد يا فارس، عندنا رموز عظيمة، والكل جيل بيكون له أسطورة، وأعتقد كابتن محمود الخطيب هو أسطورة كل الأجيال. مين منا ينسى فكرة أو آخر جملة قالها قبل ما يودع الملاعب، وجملة ألف شكر. الكلمة اللي أطفال كتير وأنا واحد منهم بالفعل أبكت ملايين وعاشت في ذكرانا وهتظل عايشة في ذكرانا، فكرة ألف شكر. احنا اللي لازم كل يوم نقول للكابتن محمود الخطيب مش بس ألف سلامة، لا كمان ألف شكر. ولكل من يتطاول على كابتن محمود الخطيب، أرجوك توقف عن تشويه صورة ذهنية كبيرة جدا في عقول أطفال. انت مش بتشوه رمز قد ما انت بتشوه طفولتنا. وعايزين نأكد على حاجة كمان يا أحمد، ان كابتن محمود الخطيب مش أسطورة في الملاعب بس، رئيس المكتب التنفيذي فأهم سنوات للنادي الأهلي في حصد البطولات، ورئيس النادي الأهلي الأكثر نجاحا بالمقارنة بأي رئيس نادي تاني خلال الفترات والسنوات الأخيرة. بالتأكيد يا فارس، ألف سلامة كابتن محمود الخطيب، ملايين بيدعوا لك. حتى أنا بيجي لنا فيديوهات بعضها كمان من الحرم الشريف، ناس بتدعي وبتصور فيديوهات بالدعاء لحضرتك. إن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة بإذن الله، وترجع لكل جماهير النادي الأهلي. أعتقد